عندنا مصطلح تاني هنتكلم فيه النهارده اسمه عتبة او عتبة. ايه العتبة؟ حد سأل نفسه سؤال، المباني اللي طالعه فوق الباب دي مين شايلها؟ عتبة. العتبة. ايه العتبة؟ كاميرا خرسانية. وانا متعمد اقول كاميرا. كاميرا خرسانية، اسمنت ورمل ومية وسلم او حصوة او مش حصوة طيب، سلم او زلط صغير، تمام؟ وحديد كمان. ده لازم. لازم هي كاميرا صغيره حته بقى سهله عليهم بيكونوا خام. هو هي الفكره في ايه بقى؟ الفكره هي لازمتها ايه؟ الرخامه دي سمكها قد ايه؟ 2 سم 2 سم هتبقى 2 سم تتكسر على طول. وبرده ليها علاقه بفتحه الباب قد ايه؟ خلينا ناخد مثلا نفترض ان دي عتبه يا جماعه. ايه العتبه برده عشان مش واخد باله؟ العتبه شكلها مش شامل كده. هي دي عرضها لجوه هو عرض الحيطه. لو حيطه 12 تبقى 12 وحيطه 25 تبقى 25. طب العتبه بتاعتي دي ليها طول وليها ارتفاع. طولها ده قد ايه؟ على فتحه الباب. حسب الفتحه. زود عن فتحه الباب مسافه ما تقلش عن 10 سم. يمين وشمال. ما تقلش عن 10 سم بكل ناحيه. بس؟ كل ما زود كل ما احسن. وكل ما يكون فتحه الباب اكبر كل ما زود اكتر. تمام؟ ما تقلش عن 10 سم بكل ناحيه. مش نص طوله مثلا. ما هو 10 سم ده تقريبا نص طوله. تمام؟ ده كده بالنسبه لي اول حاجه. يبقى العتبه طولها هو عباره عن فتحه الباب زود عليها من كل جنب الصح 20 سم. طيب وبعدين؟ عرضها عرفناه، عرض الحيطه، ارتفاعها بقى. ارتفاعها هو ده في الكود المصري على فكره في الخرسانات الا على 10. الا على 10؟ الا على 10. فتحه الباب فتحه الباب عندي كام؟ متر؟ متر ده يعني 100 سم؟ 100 على 10. يعني كم سنتي؟ 10 سنتي. 90% من العتب اللي موجود في السوق المصري ارتفاعه 10 سنتي. ليش الكلام ده مكتوب في الماتيريال؟ شغل. لا لا مش كله. الا على 10. الا على 10 بالنسبه لي يعني فتحه الباب اهي الباب بتاعي اهو الفتحه دي طولها قد ايه؟ 70 سنتي 80 سنتي 90 سنتي متر بقى احوله بالسنتي واقسم على 10. ده كده ارتفاع العتب اللي فوق. لما بنعمل العتبه او الصنايعي بيعمل العتبه بيعملها ازاي؟ بيجي على الارض الخرسانيه بالشكل ده ويبتدي يقوم فارد الالواح بتاعته. ارتفاع اللوح من دول بيكون 10 سم ويبتدي يحدد مكان العتبه بالظبط او يحدد ابعاد العتبه بالظبط. ارتفاعها 10 سم وخلاص حافظ. يبتدي يحط فرمونه الاسمنتيه بتاعته مضافه اليها الحديد ويبتدي يصب العتب بتاعه بالشكل ده. هو الاوفر ان هو يعملها في المكان ولا ان احنا تتباع جاهزه؟ لا الاوفر والافضل ان اعملها في المكان. لو في استشاري يستلمها مني حداده وانفاره وصب لازم يشوفها قدامي. لازم يشوفها. شوف حضرتك جاهزه؟ جاهزه. ما هو جاهزه حضرتك لو فكرت تجيلي جاهزه وتكسريها بس كده لاي سبب من الاسباب هتلاقي جواها سيخ واحد 8 مللي ارض انواع الحديد ملهاش خلاف بالنسبه. وبرده هرجع تاني واقول في الباب الصغيره مش مشكله. عتبه كعتبه لو فيها سيخ واحد مقبوله بس طبعا من غير استشهاد مقبوله. لو فتحه كبيره تبقى بتاع بالظبط. مش عارف ممكن يديك تسخين على فكره تسخين على 4 2 تحت القناه 5 في المتر. كان في الامارات كنا شغالين فيه في اكتوبر. كانت ايه؟ كانت يعني بتتركب كنت بحط سيخ فوق وسيخين فوق وسيخين تحت وبقول لهم حاجه اسمها كام؟ عشان كده انا قلت في بدايه الكلام ايه؟ هي كاميرا. هي كاميرا فعلا. هي كاميرا خرسانيه. تمام؟ المشكله بتقابلنا زي الكنه اللي بتتحط في العمود وهو من الصبح. بالظبط حاجه زي نفس الفكره. المشكله بتقابلنا في طريقه صبها. هي قلنا ايه؟ هي بتتصب على الارض. لو الصنايعي جه استغبى كده وراح حطيتها على الارض الخرسانيه على الارض مسكوا بعض. ودي للاسف وانا بقولها كنت بقول اكيد مش هيعملوها لسه حاصله قريب. صنايعي جه راح صب الاعتاب كلها على الارضيه الخرسانيه. المفروض احط الدين. لا مش دين احط رمل زي العجين والدين كده. افرش رمله في الارض كويس قوي عشان المونه الاسمنتيه اللي انت هتحطها ما تلزقش في الخرسانه. تمام؟ يبقى بيجي الصنايعي بيفرد شويه رمل وبعد كده يروح حاطط الالواح دي ويصب. والله عندنا عتبه في المكان ده بيقوم جاي هو والمساعد اللي معايا يرفعوها ويحطوها في مكانها. ليه؟ صغيره. باب متر باب 90 باب 80 هي راميه يمين وشمال 10 و20 سم في الاخر يقدر يشيلها الصح. المشكله عندنا بقى في الابواب الكبيره في الشبابيك الكبيره بنشوفها دايما في الشبابيك اللي على الوجهات بنشوفها دايما في ابواب مثلا لو في باب محل او باب مكان كبير تلاقي عندك عرض الفتحه كبير قوي 2 متر 3 متر 4 متر تركب عتبه وتصبها في الارض وتشيلها ازاي؟ عايزين 20 واحد يشيلها مع بعض. فعشان كده الطريقه دي بيسموها بقى ايه؟ صب على رود. صب على رود. يعني ايه؟ يجي النجار بيسلح يبتدي يحط الخشب بتاعه ويحط الحديد ويصبها في الموقع. صب على رود.
امتى بروح لها؟ بروح لها لما يبقى عندي فتحه كبيره، فبالتالي ارتفاع العتبه كبير، فبالتالي هي تقيله فمش هقدر اشيلها. واضحه الفكره؟ العتبه عندي لازم اهتم بيه جدا، لان 90% من مشاكل البوابه الخارجيه بتاعت البلكونات خصوصا الناس اللي عندهم المونيوم يقول لك الباب بيفتح بالعافيه، الباب بيحك، العتبه ريحت عشان العتبه فيها مشكله. تمشي على اي مدينه جديده دلوقتي تبص في المباني بتاعتها او حتى بعد المحار تلاقي الباب بتاع البلكونه اللي في اللوجه الاماميه عامل كده. اه مسكين في ديفليكشن او في كابوس. ليه؟ العتبه مش قادره تشيل. العتبه مش قادره تظهر اكتر في الالمونيوم. هي مش قادر ان الحد بتاع الالمونيوم ما بتبقاش شايل كتير. طيب هو ريب 5 سم عشان كده قلت لك بتظهر دايما عندي العربيات الاماميه. العربيات الاماميه غالبا بيبقى فيها الومنيوم بحضر الومنيوم عشان يسوي ستير في الالومنيوم في الطريقه فعلا الالومنيوم. طب ولو حاجه انا فتحتها بعد ما خلصت تمام الحاجه دي هتبقى تركيبي فيها حل هركب فيها. خلينا نتكلم الاول بس لغه استشاري لازم نتكلم عنها. فاحنا هنركب لها عتب بس مش على ابوه بقى لان ما هن ماشي فوق يعني انا واركبها. اه يبقى انا واركبها. لا عتبه كبيره ولا صغيره؟ كبيره. انا بتكلم كبيره. لا هي لازم اكسر كل اللي فيها واسقطها على الارض. تتكسر لغايه السقف. لغايه السقف. تمام؟ ما هي الفكره ان ساعات احنا بنستصحى بالشغل الصح. وانا معاكي. بس ما ينفعش. يعني انا المشكله دي حاصله معانا في الشيخ زايد في فيلا كان فاتحه 3 متر. كفتحه انا كنت اقول من اول كام نقدر نعمل كده. بالظبط كان العميل بعد ما خلص شطبه قال لك عايزين نفتح شباك مناوله على البار اللي بره، عامل ميني بار بره في الروف. فجه المهندس راح فاتح فتحته. وركب الالومنيوم، ركب شباك الومنيوم جرار لما عاوز يفتحه يفتحه ويقفله ويقفله. لسه بيشتكي، الباب ما بيفتحش ولا بيقفل. رحنا لقينا الحلق بتاع الالومنيوم عامل كده. لازم هو صوت ماشي. ايوه فتحه كبيره. لا خلاص لازم يعمل حاجه. فبالتالي ده عيب ايه؟ بس المهندس قال لك هتكون شايل نفسه مش محتاج احط عتبه. واعتمد على الحل، باظت الدنيا. لا اول العتب الجاهز ان هي تيجي تتحط على طول. هو عتبه جاهزه فيها مشاكل. طب بس الداخلي ممكن لو صغيره ما بتمشي. لو فتحه صغيره بتمشي من اول كام متر؟ من اول 2 متر. من اول 2 متر. بس اتمنى ان العتبه دي تبقى حديد مثلا. الحديد بتسكه قد ايه؟ هتجيب حضرتك ثواني بره ده المقصود ولا حديد؟ كاميرا ولا كاميرا؟ اي حاجه ليها ارتفاع انا بفعل. عشان كده لما كنا بنتكلم في الابواب ما قلناش حد الباب العادي سقفه 5 سم، حد باب الالومنيوم مفيش اصلا سقف، عشان كده بيحصل فيه مشكله. الكاميرا ممكن مثلا مش لاقي، ممكن مستعجل، ممكن عندك اصلا فبتستخدمه. يعني هي العتبه بشتريها جاهزه دلوقتي ب 70 80 جنيه او 60 جنيه بس مش فاشل هندسه. فاشل هندسه. تمام؟ وعلى فكره الحديد والاسمنت بتلاقي رملتها اسهل من الاسمنت. هو بتبدا تفرغ معاك العتبه. بالتالي انها بتفرغ معاك. بتشتري اي حاجه جاهزه في الدنيا انت مش ضامن الكواليتي. المهندسه في الاول سالتني سؤال ايه؟ الاحسن اجيبها جاهزه ولا اعملها في الموقع؟ في الموقع انا هضمن حديدها وهضمن خرسانتها وهضمن كل حاجه. لو شاريها جاهزه انا ما اعرفش بقدم ايه. تمام؟ انا بس برتبتك عليها قوي. العتبه دي حاجه مهمه قوي جدا يعني. تمام؟